نجحت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة كأول مؤسسة أكاديمية في العالم في تطوير وتشغيل أكثر من مليار محاكاة حسابية لمكامن الخلايا بحقول النفط والغاز العملاقة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. باتت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة أول مؤسسة أكاديمية في العالم تنجح في تطوير وتشغيل 1.14 مليار محاكاة حسابية لمكامن الخلايا بحقول النفط والغاز العملاقة، ما يؤشر إلى تحقيق تقدم كبير في تحسين عملية استكشاف واستخراج النفط والغاز في المكامن المعقدة لحقول النفط والغاز في دولة قطر والمنطقة والعالم. وتسمح المحاكاة لمهندسي البترول بعرض السلوك الديناميكي للهيدروكربونات بشكل مرئي في خزاناتهم الجوفية، ما يتيح لهم إمكانية إدارة الأداء المستقبلي للهيدروكربونات والتنبؤ به حسابيا لمكامن الخلايا بحقول النفط والغاز العملاقة بشكل موثوق. وتمكن النموذج من التنبؤ بإنتاج النفط لحقل نفط وغاز عملاق يضم ما يصل إلى 108 أبار لمدة 15 عاما، وانتهت عملية المحاكاة التي كانت ستستغرق سنوات بدون حاسوب عملاق في أقل من 36 ساعة من وقت المحاكاة، وهو إنجاز كبير في ضوء تعقيد الظواهر الفيزيائية المتضمنة في العملية، حيث استخدم الفريق 115 عقدة و 4600 نواة لإجراء العمليات الحسابية. الميزة الأولى هذا البرنامج هو يستطيع أن يحاكي عملية تدفق النفط والغاز في حقول الضخمة بطريقة دقيقة جدا، أفضل من البرامج الأخرى. ثانيا، هو يستطيع مستخدم البرنامج بيتحكم بطريقة دقة هذه العملية. وثالثا، هو يستطيع أن يخزن ثاني أكسيد الكربون في الحقول القديمة، وهذا يقلل عملية احتباس الحراري في الغلاف الجوي. ورابعا، هو ممكن استخدام هذا البرنامج في الكمبيوتر الخارق وفي الكلاود سبيس. وتمول كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة برمجيات المحاكاة الداخلية بالإضافة إلى منحة بحثية مقدمة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وبمجرد استخدام شركات النفط لهذه البرمجيات سيتمكن المهندسون من وضع نماذج لحقول النفط والغاز العملاقة في الشرق الأوسط، موفرين بذلك مئات الملايين من الدولارات. سوف يوفر شركات النفط مبالغ كبيرة في عملية التنقيب، لأنه جميع شركات النفط تستخدم هذه البرامج كمرجعية في إيجاد أفضل طريقة في عملية التطوير. ويناسب هذا المشروع اقتصادات دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضم حوالي 50% من احتياطي النفط والغاز في العالم، فضلا عن السوق العالمي الضخم للنفط والغاز والذي تبلغ قيمته حوالي 7 تريليونات دولار، وسوق تحليل البيانات المصاحب له بما يزيد عن 25 مليار دولار. دشنت وزارة البلدية